شفنا في الحلقة اللي فاتت معمل الكيمياء اللي في جسم الإنسان. خلونا النهاردة ندخل المشرحة ونبص شوية على العمدان والخرسانة والسقالات. لو جربت تدخل مشرحة وتشوف جسم بيتشرح قدامك، أول حاجة هتصدمك إن جسم الإنسان ما هوش مبهر من جوه زي ما بتفتح كبوت عربية ألماني أحدث موديل مثلا، دي لحمة سعادتك. الجسم من جوه ما هوش عامل زي الموديلات البلاستيك اللي بتشوفها في حصة العلوم في المدرسة أو في الجامعة أو في عيادة الدكتور، دوكا بتبقى ملونة وبتلمع زي لعب الأطفال كده. لكن جسم الإنسان في الواقع لما تشوفه على الحقيقة ما هوش لعبة خالص، ده عبارة عن لحمة وشغط ولهاليط لونها غامق، ما هياش ملونة بألوان زاهية زي الموديل البلاستيك اللي كنت بتشوفه كده. أنت شفت اللحمة قبل كده طبعا، ما بتشوفهاش كتير يا عيني يا ابني. المهم علينا، يعني دراعك ده لو شلت الجلد اللي عليه هتتفاجئ بلون اللحم اللي تحت الجلد، هتتفاجئ انه مش احمر زي اللحوم الحمراء اللي بتاكلها، لا هتلاقي لونه وردي زي لحم الفراخ. اما بقى لو دبيت ايدك في صدر حد وحسست هتحس كان ايدك بتلعب في مكرونه سباجيتي، دي شرايين القلب. القلب بقى هتلاقيه زي اللهلوطه في النص كده، وتحته بشويه هتلاقي شويه لهاليط تانية، الكبد والبنكرياس والطحال الخ، وكلها ما هي ثابته في مكانها ومتماسكه زي ما بنشوفها في المودلز البلاستيك كده، لا ده كله سايح على بعضه يا معلم. عارف لما تجيب شويه بلالين وتملاها ميه وتحط تحطها فوق بعض، اهو الاعضاء جوه جسمك عامله كده. ده غير بقى بقيه المكونات، الاوعيه الدمويه والاربطه والاعصاب وغيره وغيره والامعاء طبعا. شكل جسم الانسان لما تفتحه من جوه تحس كان كان في حد مستعجل ورمى كل الحاجات دي جوه كده بسرعه وليس عليها وقفل، اللي هو يعني مستحيل انك لما تشوف شكل جسم من جوه في الحقيقه انك تتخيل ان ازاي اللهاليط الملخبطه على بعضها دي والعك ده كله ممكن يشتغل مع بعضه بالشكل العجيب والمعجز اللي يخلي الكائن ده يتحرك ويمشي ويقعد ويفكر ويضحك ويعيش. ده وهو حي طبعا. حتى شكل الجسم من جوه بيختلف تماما ما بين جسم الانسان الحي والجثه الميته. لما حد بيتعمل له عمليه مثلا ويتفتح بطنه بتلاقي الاعضاء واللهاليط دي بتلمع وبتتحرك وبتنبض، باين يعني ان في حياه. لكن في الجثه الميته طبعا مفيش اي حاجه من دي. بس تعالوا نسيبنا من كل اللهاليط دي ونمسك في حته صغيره، نمسك الايد مثلا ونشوف فيها ايه. الصوابع دي بيحركها اوتار في الدراع او الساعد، لو شديت وتر منهم الصباع المرتبط بيه بيتحرك، غريبه مش كده؟ الايد حجمها صغير جدا عشان تقوم بالاعمال الدقيقه، فمفيش فيها مساحه كافيه ان يكون فيها كل اللي محتاجاه عشان تتحرك. عشان كده في حاجات كتير عشان تحرك الايد لازم تتعمل بره الايد في الدراع. عشان كده لما بتقفل قبضتك وتشد جامد كده بتلاقي عضلات في دراعك كلها شدت، ولو فضلت شادد كده دراعك كله هيتعب، لان عضلات الدراع هي اللي بتعمل اغلب الشغل. اما المعصم هنا بقى فده تحفه فنيه، لان ده المعبر اللي كل حاجه لازم تعدي من خلاله، العضلات والاعصاب والاوعيه الدمويه كل حاجه، بس في نفس الوقت لازم يكون بيتحرك بحرية تامة. لا الحاجات اللي بتعدي منه تعوق حركته ولا حركته تخنق الحاجات اللي بتعدي منه. فكر كده في كل الحاجات اللي الرسغة عندك بيعملها، من اول فتحة برطمان صلصة للمشاورة والسلامات والهاي والباي والتراي، لانك تلف مفتاح في الكالون عشان تفتح باب، لانك تغير لمبة وغيره وغيره. تحفة هندسية معجزة. لو جيت تبص على مفاصل الصوابع زي هنا مثلا هتلاقي حاجة بيضة وناعمة جدا، دي مش عض، دي غضاريف. عارف القروشة اللي بتلاقيها في الفرخة دي؟ زيها كده. الغضاريف دي حاجة عجيبة جدا، انعم من الازاز باضعاف مضاعفة، ومعامل الاحتكاك بتاعها اقل من التلج بخمس اضعاف. جربت تمشي على تلج قبل كده وتشوف بيزحلق ازاي؟ المشي على التلج خطير جدا بسبب الزحلقه اللي بتؤدي لحوادث وكسور، مش رومانسي زي ما بتشوفه في السينما والافلام. اهو الغضاريف بتزحلق اكتر من التلج خمس مرات عشان المفاصل تتحرك بسهوله من غير احتكاك ولا خشونه. بس على عكس التلج الغضاريف مش هشه زي التلج، ما بتتفتتش لما تضغط عليها، ده غير انها نسيج حي مش زي التلج. الانسان عاجز تماما عن انه يصمم حاجه بتشتغل بنفس كفاءه الغضاريف، ودي حاجه عجيبه جدا الحقيقه. قد ايه مدهش جسمنا فيه، قد ايه اعجاز تكنولوجي، بس احنا بنعتبره تحصيل حاصل. بالمناسبه اللطيفه دي خلونا نرجع للمعصم هنا. بنشوف دايما في السينما ان اللي عاوز يموت نفسه بيقوم قطع الحته دي، ده هكس، لان كل الحاجات اللي قلنا انها بتعدي من هنا محفوظه بغلاف واقي بحيث يصعب جدا توصل للشرايين والاوعيه الدمويه المهمه. عشان كده اغلب الناس اللي بيحاولوا يموتوا نفسهم بالطريقه دي بيلحقوا يسعفوهم، ودي حاجه كويسه الحمد لله. طب اللي عاوز يموت نفسه يعمل ايه؟ ينط من البلكونه؟ برضه مش هيموت في الغالب، هيتكسر ويدشلش وممكن ما يقدرش يمشي تاني، بس غالبا مش هيموت. في الحقيقه قتل النفس عمليه صعبه جدا، لا بالسهوله ولا بالرومانسيه اللي بتشوفوها في الاعلام. الانسان مصمم بحيث انه ما يموتش بسهوله اصلا. موضوع التشريح ده احتاج وقت طويل جدا عشان الطب يهتم بيه اصلا، ويهتم يعرف جسم الانسان من جوه بيشتغل ازاي. لغايه عصر النهضه في القرن ال17 تقريبا كان تشريح الانسان ممنوع قانونا، وحتى لما بقى مسموح بيه اغلب الناس ما كانش عنده استعداد يعمل حاجه بالشكل ده اصلا. انك تمسك جثه انسان وتقعد تقطع وتلعب فيها دي حاجه مقرفه جدا يعني في الطبيعي. لكن كان في ناس ما بتقرفش زي ليوناردو دافنشي مثلا، اللي كان بيجيب جثث ويشرح
يطلعها ويدرسها، بس حتى هو في مذكراته كتب ان الموضوع مقرف برضه. ده غير انك عشان تلاقي جثه تشرحها، ده برضه ما كانش موضوع سهل اساسا. واحد من علماء التشريح القدام زي اندرياس فيزاليوس مثلا في فرنسا، من صعوبه انه يلاقي جثث يشرحها اضطر يشرح جثه والده واخته. وفي قصص اغرب من كده كمان. عالم التشريح الايطالي جابرييل فالوبيو اللي سموا قناه فالوب على اسمه، كان محتاج يشرح جثه بس مش ميته، فالشرطه ادته مجرم محكوم عليه بالاعدام وهو حي، وقالوا له شرحه بس بالراحه. متخيل كده فالوبيو والمجرم وهما بيبصوا لبعض في الموقف الغريب ده. المهم في النهايه فالوبيو قبل ما يشرحه خدره بجرعه عاليه من الافيون. في بريطانيا جثث المحكوم عليهم بالاعدام كانت بتتوزع على كليات الطب عشان يشرحوها، بس برضه عمرها ما كانت كفايه. عشان كده بسبب العجز ده ظهرت سوق سودا لتجاره الجثث، كانوا بيسرقوها من المقابر بعد ما تدفن على طول. عشان كده الناس كانوا عايشين في رعب ان حد ينبش قبورهم بعد ما يندفنوا. من اشهر القصص عن الموضوع ده قصه العملاق الايرلندي تشارلز بيرن في القرن 18. كان اطول راجل في اوروبا، طوله كان يجي مترين ونص. عشان كده الهيكل العظمي بتاعه كان مطمع لناس كتير زي جون هانتر عالم التشريح، كان غاوي جمع هياكل زي الطوابع كده. بيرن من خوفه من الموضوع ده اتفق مع عيلته انه لما يموت يدفنوه في البحر، ياخدوا التابوت اللي فيه جثته ويرموه في حته غويطه في البحر عشان محدش يسرق جثته. ولكن للاسف هانتر كرمش باريستين في ايد قبطان السفينه اللي هتاخد الجثه ترميها في البحر، واخدها منه وشرحها بالفعل، وفضل الهيكل العظمي بتاعه معروف في المتحف بتاع هانتر في بريطانيا لعشرات السنين. مع انتشار وزياده كليات الطب الطلب زاد على الجثث جدا والعجز زاد. سنه 1831 لندن كان فيها 900 طالب طب وما كانش فيه غير 11 جثه بس بيخمسوا فيها كلهم. السنه اللي بعدها البرلمان اقر قانون التشريح اللي شدد العقوبات على سرقه القبور، بس في نفس الوقت سمح لكليات الطب انها تاخد جثه اي حد يموت في السجن وهو مفلس وما عندوش مصاريف الدفن، الحاجه اللي طبعا نكدت على الفقراء، بس زودت الجثث المتاحه للتشريح والدراسه. وكانت نتيجه ده تطور في المستوى العلمي في مجال التشريح ومستوى الكتب والمراجع الطبيه، اللي كان اشهرها واكثرها تاثيرا كتاب التشريح لهنري جراي اللي اتنشر سنه 1858، والشهير بكتاب تشريح جراي او جرايز اناتومي، الاسم اللي منه اقتبس اسم المسلسل الشهير جرايز اناتومي. بس نسيبنا من كل ده وخلونا نرجع للجسم تاني. الجسم كبنيان محتاج هيكل، والهيكل العظمي لازم يكون قوي وصلب بس في نفس الوقت مرن، لازم يقدر يصلب طوله بس كمان يقدر ينحني ويلف. وده الاعجاز اللي في الهيكل العظمي، انه صلب وقوي ومرن في نفس الوقت. ركبك لازم ترشق في بعض صح عشان تقدر تقف، بس في نفس الوقت بعدها على طول لازم تقدر تتني شوية عشان تقدر تقعد وتوطي وتمشي حتى. وكل ده بيتم بسلاسة ومرونة، مش زي الروبوت اللي بتلاقيه بتخشب وبيعمل كل حركة لوحدها. يعني الروبوتات اللي هم بيتشنجوا كده وتقال وهما بيمشوا، وازاي صعب يطلعوا على سلم ويحافظوا على توازنهم، او يمشوا على ارض مش مستوية وفيها مطالع ومنازل ويحافظوا على توازنهم برضه. هتقولي ما مسير العلم يتقدم ويتطوروا عن كده. هقول لك هات احدث روبوتات تم تصميمها النهارده وقارنها بعيل عنده 3 سنين بيجري وبيلعب عشان تقدر الاعجاز اللي في الهيكل العظمي للانسان. الهيكل العظمي للانسان بيكون تقريبا من 206 عظمه، لان العدد بيختلف في بعض الحالات. يعني بعض الاشخاص بيكون عندهم اضلاع زياده، والمصابين بمتلازمه داون غالبا بيكون عندهم ضلعين اقل من الطبيعي. عشان كده رقم 206 ده رقم تقريبي، ومش داخل فيه العظيمات الصغيره جدا اللي بعضها بيكون قد حبه السمسم، واللي موجودين كتير في الجسم في الايدين والرجلين مثلا. العظمه عموما مش متوزع بالتساوي على انحاء الجسم، يعني هتلاقي رجليك لوحدها فيها 52 عظمة، ضعف عدد العظم اللي في العمود الفقري. الايدين والرجلين بس فيهم اكتر من نص العظم اللي في الجسم كله. والعظم مش بيصلب الجسم كده عشان الانسان ما يتحولش لقنديل بحر لهلوطه كده بتتحرك، ده كمان بيحمي الجسم من الداخل بانه بيصنع خلايا الدم الحمراء وبيخزن مواد كيماويه وبينقل الصوت زي في الودان لو فاكرين. وفوق ده كله العظم مش بس بيصلب الجسم، ده كمان بيصلب وعي الانسان. ازاي؟ هو المخ فيه عظم؟ لا عقبال املتك اسكت. مش اكتشفوا ان العظم عامل زي الغدد بيفرز هرمونات؟ بيفرز هرمون الاوستيوكالسين. لغايه بدايات القرن ال21 محدش كان يعرف موضوع ان العظم بيفرز هرمونات ده نهائي، لغايه ما عالم الوراثه الامريكي جيرارد كارسنتي اكتشف ان الاوستيوكالسين اللي بيتم انتاجه في العظم مش بس هرمون، ده يبدو انه كمان بيشارك في عدد كبير من اهم الانشطه التنظيميه في جميع انحاء الجسم، من اول المساعده على اداره مستوى الجلوكوز في الدم، لزياده خصوبه الذكور، للتاثير على المزاج العام والحفاظ على الذاكره عشان تفضل شغاله. زي ما قلنا بيصلب وعي الانسان. ويمكن ده من الحاجات اللي ممكن تفسر ليه الرياضه بتساعد في الوقايه من مرض الالزهايمر، لان الرياضه بتبني عظم اقوى، والعظم الاقوى بينتج هرمون الاوستيوكالسين اكتر. عاده 70% من العظم بيكون مواد غير عضويه و30% مواد عضويه، واهم عنصر في العظم هو ماده الكولاجين. الكولاجين ده اكتر بروتين موجود في الجسم، 40% تقريبا من كل البروتينات اللي في الجسم عباره عن كولاجين. الكولاجين هو اللي بيخلي بياض العين لونه ابيض، وهو برضه اللي بيخلي القرنيه شفافه. في العضلات
هو اللي بيكون الالياف اللي بتبقى عامله زي الحبل كده، لما تتشد تبقى قويه، لكن لما ترخيها وتضغط عليها تلاقيها طريه. دي خاصيه ممتازه جدا في العضلات، بتديها قوه ومرونه في نفس الوقت. لكن في السنان ما ينفعش طبعا، عشان كده في الاماكن اللي لازم تفضل صلبه على طول الكولاجين بيتجمع مع ماده تانية، معدن اسمه هيدروكسيباتايت، وده اللي بيدي للسنان والعظم صلابتهم. الناس عاده بيتخيلوا ان العظم ده حيالله زي حديد الخرسانه اللي بيمسك عمدان المباني وبس، لكنه في الحقيقه مش كده خالص، ده نسيج حي بيكبر مع الحركه وممارسه الرياضه زي العضلات بالظبط. العظم اللي في دراع لاعب التنس المحترف مثلا، دراعه اللي بيلعب بيها بيكون العظم فيها اعرض ب 30% تقريبا من دراعه الثانيه اللي ما بيلعبش بيها. ولما نبص على العظم تحت الميكروسكوب هنلاقي خلايا حيه زي اي نسيج حي تاني في الجسم، وسبحان الله العظم قوي جدا وفي نفس الوقت خفيف جدا. العظم اقوى من الخرسانه المسلحه، وبالرغم من كده اخف منها بكتير. تخيل لو عظمك في نفس وزن الخرسانه المسلحه، تقدر تجري؟ تجري ايه؟ تقدر تمشي اصلا؟ العظم اللي في جسمك كله وزنه يجي 9 كيلو تقريبا، ومع ذلك ممكن يستحمل قوه ضغط توصل لطن كامل بشكل مذهل. العظم كمان هو النسيج الوحيد في الجسم اللي ما بيظهرش فيه ندبات مطرح ما بيحصل فيه اصابات. يعني لو رجلك اتكسرت مثلا، لما كسر يلم وتخف عمرك ما هتقدر تحدد هو العظمه كانت مكسوره فين بالظبط. مش بس كده، بل العظم كمان ممكن ينمو تاني ويعوض مكان مفقود منه. تخيل ان ممكن يتاخد 30 سنتي تقريبا من عظم الساق ويتحط لها دعامات، والعظم ينمو تاني عشان يعوض اللي اتاخد. مفيش اي حاجه تانية في الجسم بتعمل كده. العظم باختصار، على الرغم مما قد تتخيل انه مجرد حتت صلبه كده جوه جسمك، فهو حي ومرن بشكل مذهل. الهيكل العظمي طبعا هو جزء من البنيه التحتيه بتاعت الجسم اللي بتخليك تقدر توصل بطولك وتتحرك زي ما قلنا، بس الهيكل العظمي لوحده مش كفايه، محتاج كمان عضلات كتير واوتار واربطه وغضاريف، واغلب الناس ما يعرفوش الفرق بين الحاجات دي او بتعمل ايه بالظبط في الجسم. فخلوني اقول لكم باختصار، الاوتار والاربطه عباره عن انسجه بتربط الحاجات ببعض. الأوتار بتربط العضلات باللحم، والأربطة بتربط العظم بالعظم. الأوتار مرنة بتمط، الأربطة لا. الأوتار أساسا امتداد للعضلات. عاوز تشوف وتر في جسمك؟ بسيطة، ارفع كف ايدك كده واقفل ايدك هتحس بالأوتار هنا. الأوتار قوية عشان كده صعب ان يحصل فيها إصابة أو تمزق، بس لما بتحصل الإصابة أو التمزق للأسف بتحتاج وقت طويل عشان تلتئم تاني، لأن ما فيهاش أوعية دموية كفاية تساعد في عملية الالتئام دي. بس برضو اهي أحسن من الغضاريف اللي ما فيش فيها أوعية دموية على الإطلاق، عشان كده لما بيحصل فيها تلف أو إصابة ما بترجعش زي الأول تاني. أما أغلب بنية جسم الإنسان بغض النظر هو هزيل ولا بمجانص وترابيس، أغلب بنيته عضلات. جسمك فيه أكتر من 600 عضلة، العضلات اللي ما بناخدش بالنا من وجودها إلا لما بتوجعنا بس، بنعتبرها تحصيل حاصل. ما بناخدش بالنا ايه هي الحاجات اللي بتعملها العضلات، من اول تحريك الشفايف للرمش لتحريك الاكل في الجهاز الهضمي، وظائف كتير جدا. احنا اساسا عشان نقف محتاجين 100 عضله يشتغلوا في نفس الوقت بتناغم شديد. انت محتاج اكتر من 10 عضلات عشان تتحكم في عينك وانت بتتفرج عليا دلوقتي. ابسط حركه في الايد، هزه الابهام دي، محتاج يجي 10 عضلات عشان تحصل بالشكل ده. ده غير العضلات اللي انت ما تعرفش انها عضلات اساسا، زي اللسان والقلب. جسمك في المتوسط 40% منه عضلات، وعشان تحافظ على كميه العضلات دي شغاله ده بيستهلك تقريبا 40% برضه من الطاقة اللي بيحتاجها الجسم عموما في حالة السكون وعدم الحركة، وفي حالة الحركة بيحتاج أكتر. العضلات مكلفة جدا عشان تحافظ عليها، لأن الجسم بيفقد العضلات بسرعة لما ما بيستخدمهاش. الدراسات اللي عملتها وكالة ناسا لقت إن رواد الفضاء حتى في المهمات القصيرة اللي بتقعد ما بين 5 لـ10 أيام في الفضاء بيخسروا 20% من كتلة عضلاتهم في الفترة دي بسبب قلة الحركة، وكثافة عظمهم بتقل كمان. كل المكونات دي، العضلات والعظم والأوتار وغيرها من مكونات بنية الإنسان، بتشتغل مع بعض بتناسق عجيب ومذهل. واحسن مكان نشوف فيه ده الايدين. في كل ايد عندك 29 عظمه و17 عضله، بالاضافه ل 18 عضله في الساعد هنا بيتحكموا في الايد. عندك كمان شريانين رئيسيين وثلاث اعصاب رئيسيه، بالاضافه ل 45 عصب تانيين، وعندنا 123 رباط. وكل المكونات دي لازم تشتغل مع بعض بمنتهى الدقه والحساسيه. ان الايد معجزه في خلقها اكتر حتى من العين، وانها اكبر دليل على الخلق، دي ما ينفعش تكون اتطورت خالص. هنلاقي في كل ايد ابهام بيقدر يلمس باقي الصوابع ويقفل الايد ويكون قبضه. ناس كتير بيقولوا ان ده بيميز البشر عن باقي المخلوقات، بس مش قوي يعني، في حيوانات كتير عندهم ابهام، انما اللي بيميز الانسان ان عنده مرونه في الحركه اكتر في الابهام، لان عندنا 3 عضلات في الابهام مش موجودين في اي مخلوق تاني. 3 عضلات دقيقه جدا وصغيره جدا، بيشتغلوا مع بعض بدقه وبتناغم، بحيث نقدر بايدينا وبمساعده الابهام اننا نمسك الادوات الدقيقه ونعمل عمليات في منتهى الدقه والحساسيه. من غير ال3 عضلات الدقيقه دي يمكن ما كانتش قامت الحضاره البشريه اساسا. والابهام مش مجرد صباع زي باقي الصوابع، مختلف عنهم حتى في طريقة
طريقة ارتباطه بالإيد، اتجاهه مختلف عن باقي الصوابع. لما تيجي تكتب على الكيبورد على الكمبيوتر مثلا هتلاقي نفسك بتكتب بطراطيف صوابعك، لكن لما تيجي تكتب بالإبهام بتدوس بجنبه مش بطرفه. كمان الإبهام بيقدر يدور في مدار أوسع من باقي الصوابع. الرجلين كمان مش أقل إعجاز ولا عجب عن الإيدين. الرجل لازم تعمل ثلاث حاجات مهمين جدا: تمتص الصدمات، ومنصة تقدر تقف عليها، ووسيلة دفع للحركة. مع كل خطوة بتخطيها فأنت بتعمل الثلاث حاجات دول في كل مرة، والشكل المقوس للرجل بيديها قوة بس في نفس الوقت بيديها مرونة. قوة ومرونة الرجل في نفس الوقت هي اللي بتسمح انك تمشي بسلاسة وبإيقاع ثابت وبكفاءة تامة. تصميم الرجلين كمان مدمج جدا، عشان كده في عظم كتير في مساحة صغيرة، بس الرجلين ما بتتحملش الوزن التقيل لفترة طويلة، عشان كده رجليك بتنقح عليك لما تمشي كتير زيادة عن المعتاد. النعامة مثلا واللي بتمشي على رجلين اتنين برضو وطويلة زي الإنسان ما عندهاش المشكلة دي، لأن الرجل لحمة في الكاحل على طول ومفيش كعب. أجسام كل المخلوقات متصممة بحيث يكون في توازن ما بين القوة والقدرة على الحركة، فكل ما المخلوق كان أضخم كل ما كان عظمه أضخم. الفيل مثلا 13% من جسمه عظم، في حين ان الفار مثلا 4% بس من جسمه عظم. الانسان بقى تقريبا 8.5% من جسمه عظم. لو كان عظمه اضخم من كده كان هيكون اتقل وحركته اصعب، بس في مقابل ده الثمن اللي بتدفعه هو الام الظهر والركب في فتره الشيخوخه والمشاكل اللي بتحصل في المفاصل عموما. في امريكا كل سنه بيتعمل اكتر من 800,000 جراحه تغيير مفاصل، خصوصا في منطقه الورك والركب، اغلبها بسبب الخشونه اللي بتحصل في الغضاريف اللي بتبطن المفاصل، اللي هي اساسا شيء عجيب انها بتستحمل المده دي كلها قبل ما يحصل فيها خشونة اصلا، خصوصا وانها زي ما قلنا ما بتتجددش ولا بتصلح نفسها بنفسها زي اعضاء تانية. عشان تعرف الاعجاز اللي في غضاريف المفاصل فكر كده، انت محتاج تدوب كام جوز جزم في المشي قبل ما تحتاج تغير مفصل واحد في جسمك. الغضاريف ما بتتجددش زي ما قلنا لان ما فيهاش اوعية دموية تغذي خلاياها، فافضل طريقة للحفاظ عليها وعلى مرونتها هي الحركة المستمرة والرياضة، واسوأ شيء ممكن تعمله فيها هو تحميل وزن زيادة عليها. جرب كده تعلق كورتين بولينج في حزام في وسطك وتمشي بيهم يوم كامل وشوف هتحس بايه في مفاصل الورك وركبك على اخر اليوم. ده اللي انت بتعمله بالفعل لو وزنك زي 13 كيلو مثلا، ما بالك لو زي 30 او 40 او اكتر عن الوزن المثالي. عشان كده مش غريب ابدا ان المفاصل بعد فتره بتنهار وبتحتاج تتغير لانك حملتها فوق طاقتها. والمشكله الاكبر عند اغلب الناس بيكون مفاصل الورك. مفاصل الورك بتدوب لان هم لازم يعملوا حاجتين في نفس الوقت، ان هم يساعدوا الرجلين على الحركه وان هم يدعموا وزن الجسم، وده بيعمل ضغط واحتكاك على غضاريف مفصل الورك وعظم الرجلين. فلما الغضاريف تدوب بدل ما العظم يلف جوه المفصل بسلاسه بيبدأوا يحكوا في بعض، فبتحصل آلام المفاصل. في خمسينات القرن العشرين الطب ما كانش عنده حل للمشكلة دي، ومضاعفات جراحات مفاصل الورك كانت كبيرة جدا، لأن اللي كانوا بيقدروا يعملوه هو إنهم يمنعوا الحركة في المفصل عشان ما يبقاش في احتكاك، فبيروح الألم بس الإنسان بيفقد القدرة على الحركة. ولما بدأوا يستخدموا مواد صناعية عشان تحل محل الغضاريف ما كانتش بتعيش كتير، مع الوقت بتدوب وبيرجع الاحتكاك تاني. وأحيانا البلاستيك اللي كانوا بيستخدموه كبديل كان بيزيق بصوت عالي لما الشخص يمشي، لدرجة إن الناس كانت بتتحرك تخرج من بيوتها أساسا بصوت التزييق اللي شغال ده طول ما هم ماشيين، عشان تعرف بس قيمه الغضاريف والاعجاز اللي فيها. وفضل العلماء يبحثوا في طريقه يحلوا بها مشاكل الجراحه دي لغايه ما جراح بريطاني طقت في دماغه فكره. اخذ باله ان سبب ان المواد الصناعيه اللي بيستخدموها بتدوب هو ان بلاستيك بيحك في بلاستيك فبيدوبوا بعض. قال لك طب ما نبطن مفصل الورك ببلاستيك بس راس عظمه الفخذ اللي بتدور فيه تكون ستانلس ستيل، حديد ما بيصديش، بحيث نقلل عامل الاحتكاك لاقل درجه. وفعلا ده حل المشكله الى حد كبير. دي كانت جوله سريعه مع الهيكل الاساسي لجسم الانسان. خلونا نكمل معاها في الحلقة الجاية إن شاء الله، ونتكلم عن الحركة إزاي وليه أجسامنا بتتحرك، ونشوفكم على خير إن شاء الله.